يخبر بسم الله. التوابع قشنا سباسي التوابع توابع عن شون كوتكان زعم توابع عن جمع تابعة لوصفيته ونقل كراء ولا اسمية يعني خوي تابع صغيسي وزني اسم فاعل يعني اسم فاعل صفة الله قائم عالم جالس أما الصفة تقشتي تابع جدك اسم فاعل الصفة وصفة بلام لوصفيته ولا صفته ونقل كراء وازلاوته ولا اسمية بكراء باسم كانوا تابع مثلا بدل تابعة طبعا تابعة صفة تابعة يعني تابعك علمي كلياتك اسم بوتا اسم وصفتك إن معه تقشتي جاء فاعلك واسمي بيه بلا جمع كتو لسري فواعل وكو كاهل يعني نوشان دي كاهل جد ثوزني سيلا ثوزني فاعلة لثوزني فاعلة بلام لو أكرا باسم ناولا بو نوشان تقشتي دي جمع كتو لسري فواعل كبا كواهل تقشتي لأمي جواعي أمش تابع لسر توابع بلا جمع جاء شوين كوتان بس في هم شوين كوتين يعني بس في شوين كوتين اسم مرفوعة شوين كوتين مرفوعات يا شوين كوتين منصوبات يا شوين كوتين مجرورات صاين جاء عن زيدون عالم رأيت زيدان عالما مرت بزيدين عالم وشوين مرفوع كوتوا يا شوين منصوب كوتوا يا شوين مجرور كوتوا بس في أمانة تبشتين جاء في ناس كيت شو أنا على كل ثان هم اسمك دوهما جاء دوهم معنى أون يبلي مثلا ولا فلي دوهما يعني متأخرة يعني لما تبعكي دوا كوتوا كل ثاني يعني أوتال دواي متبوعكي أو يكوا أم شويني كوتوا فيلا متبوع بلا بأملا تابع شوين كوتا جاء شوين كوتا كل ثاني هم اسمك دوهما دوهما بزواني يعني بلي يكم وات بي ولا بالي أو جزء وات بي دوهم كلبي يعني بزواني يعني متأخرة يعني دوا كوتوا ولا متبوعك ولا فيش عم متبوع تراوا أو ساكة أو تراوا تفهمتني؟ لفيش عم متبوع تراوا أو ساكة أو تراوا. بعد لفيش عم متبوعك أو تراوا أو ساكة أو تراوا تفهمتني؟ جالب الشوية كوا أجر ملاحظة بكرة تبيني بكرة لقال بيش كوتوا كي خويا لقال متبوعك. أما لما ارتبي دوها ما أبي أما لما فلو قناغي دوها ما أبي كوات التابع دوها مستهمش هر أجريتها. أخذ جانكم سكان دل تابع كان بلى يعني تواني تكره يعني كيتو تعدد يعني ببي مثلا تقول جاني زيدون عالم فاضل مثلا كريم مثلا حسن أما كان عصفة بيني بو موصفك تنهى تقشتي والله الخالق والبارئ المصبر مثلا له الأسماء الحسنى وأنا هم عصفة بكي بذاتي الله تقشتي لما لدى عصفة يا خبري دوها من دليل هذا براكم أما كلا كل اسم ثاني يعني متأخرة تقشتي يعني أجرات وتو سيري بكي لقال اسمي بيشواك متبوعك يا بلى بدوهم دا أندري يعني بكو دوهم دا أندري درجة وكلي دوهمي هي أجر شيء مثلا أجر بدانا دانا بجملي جاري وعيا شافين اسمي لبيني أنا هبي تقشتي يا تن صفتي بشويني كاتبي يا تن تأكيد بشويني يكه هاتبه ما عم بسوي كاتك كتبيني أكي لكي أتالا فلي دوهما تكشتني بوشي شو كأم صفة دوها مستهامي شا صفة بو موصوفة يكمكا لكاتك كتا صفة أو بيمني دعب أو هل كأنه دواء أو هاتو يكم موصوفة يدوهم صفتك ما صفتك إش بيني هبي وصفة لني وعني أنا هبي جاء بإعرابي سابقه يعني إعراب دار كذا وببوني إعرابي اللي بيشكوتوا كي خويا يعني اسمي بيشي خوي شيء إعرابي كي هبي أمش همان إعرابي هيا أم مرفوع منصوب مجرور بأمش مرفوع منصوب مجرورة من جهة واحدة ليك جهة توا تقشتي ليك جهة وليك لا ينوا ليك جهة توا وقال جاءني زيدون العالم اسم عالم كل اسم ثاني نمو اسمك دوهما معرب بعرابي سابقي عرب ذلك بعرابي بيشكوتوي خوي كوان زيد زيد مرفوع عالمي زيد مرفوع زيد منصوب ومجرور به عالميش منصوب ومجرور به رأيت زيدا العالم مررت بزيد العالمي تقشتي جاء لأقل عالم مختك تبيني أكل لقل زيدا ولا رتبي دوهما
عربي ذاك كلا نسي عربي بيش كتو كي خوي كرف أي هرت يا مرفوعا ورفع كيش ناشي وبيابو ليك جهة توا لجاتي كي تنهاو دياري كراو ايش بتل فاعليتي زيدون العالم يعني كان هو شلون زيد هر مرفوع او فاعلة عالم شركو فاعل واي شوك عالم صفتك ولا زيد هاي زيد فاعل بي ايش فاعله شكشتي تجشتي جاب لكم عليك من جهة واحدة أما خبري إنه كان مثلا دو مفعول ظن أو أعطي وأماني بلى هن كرد وقربا يعني كبش عليه كل اسم ثان خبري إنه كان مفعول ظن أو أنا شغلة تشكو عن الثاني تجشتي فلا إن زيدا قائم كان زيد قائما ليم قائم شا اسمك دوام ليه لدواء زيد وهاتوا يام قائمنا يام قائمنا واسمك دوما ملام كلام عربين بعربي سابقي اوان دار اتشن تقشتي خبري انه خبري كان وامان دار اتشن تقل اسمك اي عربي كان نية ملام مفعول ظننا وانا امانيته تقل ظننت زيدا عالما لما زيدا عالما عالم اسمك الثاني ومعرب بالعربي سابقي ملام كلام من جهة واحدة ليك جهة وليك جهة ونين تقشتي نسن جهتك وان شوف كذا عامل لما متداو يا مثلاً تقولي متداو خبرني زيدون قائمون أو قائمون يجر إعرابي زيدي هي والله قبل سنة متداو يد مرفوعة أم لسه خبر يد مرفوعة تكشتي يا مثلاً تقولي ظننت زيدون قائمون زيدي يكم لسه مفعوليتي يكم منصوبة زيد ومن لسه مفعوليتي دوهم منصوبة تكشتي هكذا في اعتبارك ليك جهة واحد ونية والله جاءني زيدون العالم زيد والله مرفوع على سري فاعل العالم شرك وفاعل واي تجشتي الجيتك الجيت فاعل يتجك الصفة أبو زيد ذي زيد فاعل بيه أيش صفتك إيش واعبي تجشتي مفعول ما بعض مجرور بيه أيش الواعبي أخوان تولى أعطيت زيدا درهما يعني بخشين بزيد درهما أما أم درهما أنا إعراب كيف إعراب زيد نية والله تولى كل ثاني معرب بإعراب سبقه زيدا يجري إعرابي وكو درهما وعد درهما يجري إعرابي كو زيدا وعي دي دوهم بليش درهما ندوى زيدا وعاتو دوهم بلي بلام شيء من جهة واحدة نية كاتنا علي مثلا أعطيت زيدا درهما درهما مثلا تابع على بو زيدا تقشتي بوش شو كم جهة واحدة نية شو كان آخر ذي كان مأخوذة كان ورقرة كان ورقلاوة ديرها مكا ورقلاوة مأخوذة بلام زيد آخر ورقرة تقشتي يعني ظننت زيدا قائما قمانا برزيد فالشتاوة لما زيدا قائما ليك جهة ومنصوب نين بلاي معرب بعربي سابقه بلام من جهة واحدة نية كان مظنون فيه كان مظنون يعني قمان براو قمان تيا براو تقشتي مثلا قائما قمان براوة زيدان مظنون فيه قمان تيا براوة كأصفة تيا موجود بيه تقشتك قائما جابراكم يكيق لأو توابعانا جا توابع بينزن يكيق لو توابعانا بريتيا لا صفة دي نعت جالي النعت ونعت كيكم تابعا بله پیانسکی کامه نعت و صفت هر یکی اکن نعت و صفت هر یکی اکن جالا قیله الفرق بین نعت و صفتی ان نعت يستعمل فی ما يتغیر و صفت يستعمل فی ما يتغیر و ما لا يتغیر اله فرق یا فرق جازین نعی نعت و صفت اوی هر چی هر با صفت داره انتگشتی بلام اله نعت بکر این لیه لشتگه که قابل تغییر بی همیشه اگواره انتگشتی اپیلا نعت بلام صفة استعمالك لشتكا كبقوري ولشتك شكوى نقوري لبقوري ونقورا بكاري بلام نعدها مشلة بقورا بكاري ويكوى أقوري لبلو أوتي صفة الله ولا يقال نعت الله تقشتي لبلو يوان صفات إخوائي قبل السميع بصيرة مثلا حية قادرة كواتا أولان صفة إخوة شمك أولا نقورا صفات إخوائي قبل تقشتي عليمة مشال عليمة كريمة مشال كريمة بلام نعلم نعت الله كان عاد قابل أبي بقارة تقشتي
جاخما علي سكن سر عام قصبي الصفات عام ترى لنعت نعت خاصة بس بوا ألين كوا بجورة بلام صفات بوا ألين كبو جورة بوجالين ك نجورة معنى كان عام ترى صفات عامة نعت خاصة عندك شو تو يعني بلي فرق لني معنى أنا وين نعت يستعملك لمدحتا نعت بستعيشة ألين نعت فلان كس نعت بس بستعيش بكاري بس زم بكارناه بلام وصف يا صفات هم بو متحي شبيه هم بو زمش أبي شو صفاته كان ذي بو متحي صفاته كان ذي بو زم تيجشتي تيجشن براكم جاء أن نعت تابع شوين كوتيك على معنى يدل على معنى في متبوعه ضال لسل ما نواتايك كأو معنى واتاوى لمتبوع كيدا واتاوتا لأوشتا كوا أم شويني كوتوا معنى كبيون ديب أوهي لناوي أواهي ضال لسل ما نايك أم صفتي أم نعتي أو معنايا في متبوعي يعني حاصل في متبوعي وتال ناوي متبوعك تولي زيدوني العالم قائم أم عالم زيد صفتي كي صفتي زيدة لأما أم عالم يدل على معنى ضال سلمانا أكاك علم أو علمش في متبوعه حاصل الناوي متبوعك علم كوالك كوال زيدة زيد عالم تكشتي جاء مطلقا ببيع قيد عند ضالك أنك ضالتك مطلقية ويستقل لك رابا ما ديك لما دكانوا بل أهل يا ضال سلمانا أكا لمتبوعك إذا لشوين كاد ضالناك واني يعني بشويك عام بمطلقة برهاي لهم ما ديك أو أمضاطي هي جاء فائدته تخصيص أو توضيح فائدة نعد يا تخصيص طيب من ذكرنا لنكر دا يا توضيح رون كرنوية لمعرفة دا جاء تخصيص وثمان أوية كوا نكرك بنكريك محض روتو بخد نامينه لصاعة فنجاية لصاعة سلي مثلا تعريف فياكم ناسلاء أبي تقشتي وكل رجل عالم الله يبيعك صفتي بايا عالم مثلا عندنا لا يمين لما أم رجل عالمنا أم عالمنا لبيع نعت صفته بالي ذيك صفته تشكر دوا فائدة كيشي فائدة كي تخصيصة وترى رجل تايبت كردوا الله الرجل لو بيشبو عالم وغير عالم إيش جونجاو إنسان رجل عالم يعني بس بو عالم أبي تبغى غير عالم نابي أو تايبت كردوا با عالم وا مثل غير عالمي در كدوا من في علم تخصيص تقشتي رجل لو بيش أفراد يزوتر بوا بو هاتي بيا بو بيانو توا رجل مثل عالم بيان غير عالم بشوي كيشتي ما مثل طيبت كراوة برجولي عالم ويتر غير عالم كان در تمن من في علم تخصيص تقشتي أو توضيح يا توضيح رون كرنوية لمعرفة دا أغر صفتك صفة معرفة والله زيدون يظريف زيدك صفة واي الجوانة لما زلت خير عالم ومعرفة يتر أفضل يفوز زيادة دليا وعم أقول له وقتك كا بو بلى أفضل يفوز زيادة دليا بورون كرنوية بو توضيحة أنا أخو خو زيد شوي معرفة تجشتي بلى ما لي رون كرنوية جل التوضيح عبارة عن رفع الاحتمال الحاصل في المعارف والمعارف سواء كان أعلاما نحو زيد عالم أو لا نحو رجل فاضل بلى الله توضيح البريتية لرفع لا بردن ولا دان احتمال كواب هي أبي لمعرفة دا تقشتي يعني احتمال هي أن معلومية اشتي كوا احتمالات هبي لا أو اسمان دا لو معرفان دا تو احتمال لا أبي في الله توضيح تقشتي الله نحن في زيد ظريف زيد كوا جوانا مثلا قائم وسطا لما أمضى الظريف وصفة أبو زيد ما بس في توضيح ورون كرنوية نجمس بين أساندني بيت يقشتي يعني تابت من ذكرني بيه وقد يكون لي مجرد الثناء جاري واجه بس بو الثناء بكاري هل بو استعيشة وبي وقصد التوضيح وتخصيص أماني اللي يبكي بس بو الثناء واستعيشة وقال بسم الله الرحمن الرحيم أما الرحمن والرحيم صفة لبو الله بس مسبيان بمصفة مسبيا الرحمنيتي خواهي قولي الرحمي خواهي قولي صفتيتي خواهي قولي وشي بو بس الثناء واستعيشة بالله بلام أولي مجرد الذم يا بو مجرد رود بو ذم كردنا وقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرجيم صفة بوك بو الشيطاني ما
بس بي نظام كردنا أو لمجرد التأكيد بالي يعني بو مجرد تأكيد يعني هل بس بو تأكيد الروت أو طوال أنت بو توضيح وتخصيص أو أنانية معنى أو أنت يعني وقبالي مثل نفخة واحدة على يكفو فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة يعني يكفو لبلاك أم واحدة نصفة بوكية ونفخة لما لا دا بالي أم نفختنا واحدة صفة يتي لأم وحدتك كالي يق واحد لتي كوري جيري كوتو نفخة وحدة يتي آية كواتا أم تلوية أم واحدتنا بالي تأكيد لبو أو نفختنا كان نفخة معنى داني كتي آية فشي واحدة نشار هنا وتبو معنى داني بجيني لبرو أم واحدتنا ألين شي بس بو تأكيد بكالاتو بوشتكني يعني بو تأكيد معناه الصفة موصفك كوا واحد ويكيكي كالي وحدة بل نفخت علي نفخت عفوا تخمان لي بس